رأينا بالهدنة إنه فاشلة، لأن كل شيء واحد بيتعامل بالهدنة وكل شيء واحد يعني فكرته الهدنة، هذا متعامل مع النظام، هذا متواطئ ضد الشعب السوري، لأن الشعب السوري ما بده هدن. نحن عم بيقتلونا وهن بده يطالعون على الأمان، ليش؟ بس طالعوهم بده يضربنا كيماوي لكلياتنا، وهذا كلياته تآمر ضدنا ومن القادة اللي عم يدعموه. هدنة فاري والفواح هي غلط كبير كبير من السوار، لأنه النظام بده يستفرد في المنطقة وبده يضرب بكل أنواع الأسلحة بعد ما كان في نقطة ضعف له، وخصوصي برعاية إيران سيقصف المنطقة. أنا هيك برأيي وتصوري. الهدنة غلط، لأجل نحن لازم كان واجب علينا نحن نضل محتجزينهم لما يدمروا بلادنا بالكامل. هاي نحن فكرتنا، هاي الهدنة تهجير قصري لأنا ما ولهلون. بكرة بيحتلوا أراضينا كلها وبيحتلوا الساحل كله بياخدوا لهم، ونحن منضل هون محجوزين، والطيران بيجي بيضرب بشكل عشوائي هداك الوقت، ما بيأثر عليه شيء. نحن منضل نحن المظلومين، عرفت شلون؟ بيضربونا منين من كان، وبتنتهي الحفلة مثل ما بيقولوا بتدمير الأرض وحرقها وحرق البشر أجمعين. هي إنه هدنة الفري والفوعة هي بتفيدنا بشغلة وشغلة تانية، يعني شغلة مضرة وشغلة منفعة. المضرة إنه راح يتفضل النظام والروسي كلها يقصف مناطقنا كلياتها، وما راح يكون عنا ولا يعني يد إنه نمسكه فيها. والكويسة إنه بيطلعوا أهلنا في مضايا، هاي الكويسة فيها، بس إنه بده يطلعوا بده يضرونا، إنه ما راح نلقط شيء نحن النظام بشيء. شغلة هدنة كلها غلط بغلط من الأساس، كل شيء بيتعامل مع النظام كله ديوس بديوس. أصلاً نحن ورط الضغط عنا هن هون كفرية والفوعة، هلا بس تطلع كفرية والفوعة من المنطقة معناتها إبادة جماعية للمناطق كلها، لريف إدلب، لريف غربي، كله إبادة جماعية. راح يستعمل كيماوي، نووي، فسفوري، ما في سلاح هلا إلا بده يجربوا فينا. الهدنة كلها لصالح النظام، ما لنا موافقين فيها كلياتها. يعني ما في هدنة بتصير في كل سوريا يوافق عليها النظام وهي ما يكون متفق عليها هو. يعني كل شيء لصالحه، يعني لو ما لصالحه ما وافق فيها لا هو ولا روسيا، وهي وكل شيء بيوافق خاين مثله هو وروسيا وعملات له كلياتهم. يعني ما يعني شو هدنة ولا شو هالتبادل، ها كله حرام.